أنفسكم. أفردت لك بساط قلبي مركبا وسلمتك الدفة. في حلقة يديك جمعت مفاتيح عمري. هات كفك في كفي لنعبر معا مسافات الزمن. نبني معا سقفا لملاذنا نذيب تحته الأنا. فأنا وأنت حروف متصلة لكلمات عظيمة اختصرت معانيها بجملة جميلة: نحن عائلة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جعل الله في الزواج والالتقاء عطر السكينة وأجنحته الدوارة في الأجيال. من طرف عرشه أسقطها على القلوب، غلفها برحمته المنبعثة من رحماته وجلال علوه. آياته في أرضه ونظامه المتقن. آياته في أرضه ونظامه المتقن في إدارة شؤون خلقه. جعله سكنا للروح وفيئا لها، فإن ولجتها بطاعته سكنت بها نفسك وطابت. هو السكن بناء بقرارك تعمره، ترصف حجارته حجرة حجرة. إن أركان السعادة المنشودة إن بنيتها على مهل بهندسة قويمة تعود إليك بالسعادة سارية. أولها معرفة نفسك، فمن لم يعرف نفسه ولم يصدق معها احتار وأحار. أركان السعادة واحدة تبدأ بك أنت، فأنت الجوهر الكوني. إذا ما عرفت حقيقتك في ميزان هذا العالم، من أين وفي أين وإلى أين، ما الذي ترمي إليه وما الهدف وما الغاية، فأخذت نفسك إلى حيث يجب أن تكون وكيف تريدها أن تكون. ليست القلوب هي التي تجيد المحبة، بل الأرواح تبحث عن سكانها الأزلي. ليست القلوب هي التي تجيد المحبة، بل الأرواح هي التي تبحث عن سكنها الأزلي، حيث تتلألأ بما أراد الباري لا بما أرادت الشهوة أن تكون. فإن صحت الروح على الروح صحت المحبة، لا بلهفة قلب بل بعقل يضبط القلب على حقيقة الإنسان. اعلم أن المنطق يقضي أن تتعامل مع الإنسان على أنه إنسان بكل نقائصه وكمالاته، ولا تتعامل مع الإنسان بلحاظ أنه ملاك بلا جناحين على الأرض. فإن غابت المودة يوما ما وتبعثرت لسبب ما، تبقى الرحمة تحفظ هذا البنيان. إن الرحمة لوحدها لو قدر لها أن تنطق لقالت: إنك إنسان ينبض قلبه من نبض قلب عرش الرحمن. لكل نفس ظلالها وآفاقها، مدها وجزرها. اعرف نفسك لتعرف غيرك، فقد قيل: من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرفه الله نفسه أضاءت لمن حوله فأراح واستراح. من مفاتيح السعادة أولا القناعة والاهتمام والعناية بأن تحب شريكك وتقنع بما هو عليه. تهوى فيه نفسه لا نفسك بكل ما هي عليه، فتألف حسناتها وتتغافل عن نقائصها وترحم. ثانيا التضحية والبذل والعطاء بلا من. ثالثا التغافل والرقة والطيبة وحسن المعشر والستر على العيوب. ثم اعلم أنه بمقتضى التكوين هناك فوارق بين الأنثى والذكر، مفاتيحهما ليست واحدة. فلا تفتح قلب شريكك بمفتاح بابك فيضيع جهدك وتعيا. وضياع يا صديقي أن تأتي الأبواب بغير مفاتيحها. خذي أختاه مفاتيح قلب الرجل بالتقدير والعناية والترفق والمدح والإشادة، فإن قلبه مدار لا تحتويه إلا بالتقدير. وخذ يا صديقي مفتاح قلب المرأة بالعاطفة ولطف المعشر والعناية والدعم والثناء. واعلم أن روح المرأة متقلبة كموج البحر، لا تسبر غورها إلا بالحنان والرأفة والمودة والرحمة. ولا بد أن تنتهجا معا قانون الترك، وقانون الترك أوله ترك المقارنة مع الغير. إياك إياك، وخذ من الله ما آتاك. كن شاكرا حامدا وغض النظر عما أعطى غيرك، فإن النظر إلى ما في طبق غيرك سيجعل مذاق طعامك مرا. وتعفف، فالعفاف زينة الحلماء وصون للأفئدة من التلوث المنتشر في كل مكان. إن
روعة الإنسان ليس بما يملكه بل بما يمنحه، فالشمس تملك النار لكنها تملأ الكون بالنور. وثانيها، ترك المساحات المعنوية تفصلكما، ليكن بين وجودكم معا فساحات تفصلكم بعضكم عن بعض. أحبوا بعضكم، ولكن لا تقيدوا المحبة بالقيود، بل لتكن المحبة بحرا متموجا بين شواطئ نفوسكم. لا تعطي صاحبك ما ترغب أن يعطيك إياه، فحتما إن الميول والأذواق تختلف. واقتلوا بأيديكم وباء الروتين القاتل، فإن القلوب تصدأ وتفتر، فاسقها بالتغيير وكونوا فرحين أبدا. ثالثها، ترك السعي إلى الاحتفاظ، ليعطي كل منكم قلبه لرفيقه. وقفوا معا ولكن لا يلتصق أحدكم بالآخر كثيرا، لأن عمودي البيت يقفان منفصلين. رابعها، ترك الشح والتقتير بكل أنواعه بالحب والمال والرعاية. من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعاطفا على جاره، لقي الله عز وجل يوم القيامة وجهه كالقمر. إن أجمل البيوت بيت ارتفع سقفه على تقوى الله والحذر من غضبه والنجوى لرضاه. خير البيوت بيت قامت أركانه واشتدت على المودة والرحمة والرفق والصبر. إذا انتهت علاقتك يوما ما بإنسان قد أحببته، ضع كل أسراره وحكاياته في مخبأ سري، ولا تترك أحدا يصل إليه أبدا. فالعلاقات أخلاق، اتق الله في صاحبك وتجمل له بأخلاقك وحسن معاشرتك، فخيركم خيركم لأهله. ومحمد صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طبتم وطابت بيوتكم وطاب المعشر.